تانية مشاهدينا، بنجدد التحية بيكم. رجعنا لفقرتنا مطبخ زينة بطعم البيوت مع الشيف شيرين أنور. شيرين انت منورانا مرة تانية. انت معانا طبعا على مدار الساعة ونص. شايفاكي ابتديتي حاجات وخلصتي حاجات. الرز خلصناه، قلنا هو الرز حبة وحبة. تمام. طيب قولي لي شوربه الكريمه بالفراخ. قولي لي بقى سريعا. الفراخ بصل صغير متحمر، البصل ده احنا حمرناه بسرعه. تمام. وحطيت معاه الفراخ متقطعه برده كيوبس صغيره جدا اتحمرت معاه، مع التوابل ملح وفلفل بس عشان ما يغيرش الطعم. اوكي. وحطيت سن الثوم ومعلقه دقيق عشان تخلي قوام الشوربه تقيل شويه. تمام. وبعدين بعد كده حطيت الشوربه بتاعتي، حطيت حبه كريمه او ولبن. بس بتغلي بقى، بتستوي الفراخ مع البصل وخلاص كده. بتتقلسلنا وخلاص. تمام. دي كده خلصت. عملنا هنا بقى الشيش طاووق. اوكي. هو بيبقى الـ الـ السيخ كده. تمام. بس احنا بنعملها هنا في الطاسه الفراخ نفسها برده متقطعه كيوبس، برده الخلطه بتاعتها كانت معموله عباره عن زبادي وكركم وملح وفلفل وبودر بصل وبودر ثوم وثوم وجنزبيل فريش. تمام. كله مخلوط مع بعض كويس قوي. وحطيتها في السياخ زي ما احنا حطيناها كده. طب ليه شيرين انا شايفاكي بتعمليها على النار في الطاسه؟ ممكن احطهم مثلا في الصينيه في الفرن؟ طبعا في الفرن. طبعًا. ده برده لطيف. طبعا. طب ليه بزود لهم شويه ميه ولا بحطهم كده؟ لا هي بس كده، هي بتنزل الخضار بينزل ميه والفراخ بتنزل ميه بتاعتها بتستوي. خلاص بسيبهم يستووا على الميه دي. تمام. وهي كمان فيها زبادي. تمام. طيب احنا كده واضح ان احنا كده لسه الحلو بقى لسه ما لا في الفرن. ما لسه في علينا بقى في الفرن. شفتي بقى ضحكتي علينا دلوقتي. لسه في عندنا سلطه الزبادي. وفي سلطه الزبادي برده خلصت. زبادي زبادي مع نعناع باودر مع معلقه مايونيز لايت. انت حر. ما مين يتكلم في التغذيه السليمه؟ حرام عليكي. ما هو لايت. طب لايت. طيب ماشي خلاص. ممكن نستغنى عنه. طب ممكن نستغنى ممكن نستغنى عنه. يبقى زبادي بس. يبقى زبادي ومعاها شويه نعناع. نعناع وخيار. تمام. بس كهية. وسن الثوم خفيفه. تمام. ده كده. قولي لي انت مقطعه الحاجات دي، ده هتكمليها سلطه ولا هتعملي ايه؟ لا ده كان بتاع شيش طاووق. تمام. ده بس هحطه في الاخر معاه وهظبطيه معايا. وده كان الحاجات دي برده عشان بتاعه الطاجن اللي هو في الفرن المفروض. طب قولي لي بسرعه بقى الطاجن المختفي عباره عن ايه؟ الطاجن عباره عن حلقات او دواير بدنجان وبدنجان رومي وبطاطس. البدنجان مع البطاطس بيبقى طعمه تحفه. طب قولي لي البدنجان ما حمرتوش ولا ايه؟ لايت بقى ودايت. انا صح، انا لا دي جت راحت عليا. انت ماشيه كله لايت، انا جيت على الحته دي ولخبطت. لا كله زي ما هو ني. بالظبط. والشوربه بتاعته برده ما حمرتش البصل. طب قولي لي البطاطس، زي ما هي برده؟ البطاطس بتستوي بسرعه. البطاطس البطاطس برده خفيفه جدا، برده مدوره ومتقطعه مدور سوري. وايه تاني؟ وطماطم والخضار بقى اللي هو ايه، بصل وثوم والفلفل الالوان. هو طاجن مفيد يعني. مفيد. وخفيف لطيف. خفيف جدا. طب قولي لي بتزودي له شويه ميه ولا هو برده؟ بزود له حبه شوربه. تمام. طيب في عندي بقى بحط له توابل، بحط حاجه؟ بحط له التوابل. هو طبعا في الثوم والبصل وفي بودر اللي هي التوابل اللي هي المركبه، في مجموعه توابل كده. ممكن تحطي جوز الطيب مثلا. تمام. الكلام ده كله بيدي طعم حلو قوي. ده في الفرن خلاص. في الفرن. في حاجه ثانيه هتدخل الفرن؟ بس معي. هي حاجه ام علي طبعا. مين ما بيحبش ام علي؟ حلو. دي خلاص الشيش طاووقش فيها هي يعني. خلاص ابتدت تاخد ايه؟ خلاص اللون بتاعها خلاص اتاخد. طب قولي لي انت حطاها في الطاسه حاطه ايه؟ حاطه لها ولا هي سايبه تنزل ميتها؟ هي بتنزل ميتها بس. عايزه احط لها حته بتاع ده، حبه زيت. اوكي مفيش مشكله. مش مشكله. اوكي. طيب تمام. قولي لي ها وانت شغاله كده بقى بسرعه. ام علي. ام علي زي ما احنا شفنا اشتغلي اعملي اللي انت عاوزاه. قولي لي احنا محمرين الجلاش. جبنا جلاش محمرينه. جلاش ايه بقى اللي هو البلدي العادي؟ العادي جدا اللي احنا بنعمله حلو وبنعمله حادق. الجلاش بس مش اللي هي لفه الجلاش. لفه الجلاش. وقطعناه محمراه. تمام. وبعدين بعد كده هكسره او احطه زي ما هو كده، لان هو اصلا يعني هشه مفيش اي حاجه. هحطه في الطاجن. تمام. وهحط معاه السكر وهحط معاه اللبن بتاع اللبن مع السكر مع المكسرات مع ذره قرفه او فانيليا. تمام. وحته قشطه على الوش كده. خلاص انت خلصتي. انت اصلا قلتي ام علي. هقول لك ايه، بصي انا هسيبك بقى لما ترجع تغريد ونشوف معاكي موضوعك النهارده اللي مليان حاجات كتير، بس اكيد دايما بنشوف معاكي وبنشم روائح اللطيفه وبنذوق الطعم الحلو. دخلنا في الشتاء بقى. كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه بمناسبه الاجواء بتاعت امبارح. خلاص اكيد انت معانا ومستمره لغايه لما نرجع لك تاني انا وتغريد.
مشاهدينا بكده وصلنا معاكم نهايه فقرتنا مطبخ زينه وطعم البيوت، لكن اكيد لسه مستمرين معاكم داخل برنامجنا، وهنشوف فقرتنا اللي جايه عن مبادره مليون شاب متطوع وذلك للتكيف المناخي. لكن دلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع بقى نشوف ضيفتنا ونشوف موضوعنا النهارده، خليكم معانا. مشاهدينا بنجدد التحيه بيكم. طبعا اكيد كلنا شفنا حاله الجو امبارح، اكيد حاله الجو ده والتغير في حاله الجو وهو ما يسمى بالطقس اللي بنقدر ان احنا نشوفه على مدار اكتر يمكن كام يوم بنقدر ان احنا نحدد فيهم لمده تقريبا 3 ايام. لكن لما نتكلم عن المناخ اللي بنقدر ان احنا نحدده على مدار فترات زمنيه وتوقعات لهذا التغير اللي ممكن يحصل، اكيد الموضوع اكبر من ان احنا ننظر له نظره ان احنا الجو بيتغير لوحده، لكن في توقعات ازاي نتكيف مع اي تغير يحدث في المناخ على مدار الفترات الطويله. اكيد الموضوع ده نتوقف عنده لان في قبلنا ناس توقفت عنده وقررت ان هي تقوم بمبادره لمليون شاب متطوع للتكيف المناخي. مش بس كده، اكيد الموضوع اكبر من مجرد مبادره، الموضوع ان التغيرات في الكره الارضيه بشكل عام للمناخ بقت كتيره ومختلفه، بقت ساعات متوقعه وغير متوقعه. لكن هنحاول نقرب من الموضوع ونتعرف عليه اكتر من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهارده دكتور جيهان فرحات من مؤسسي مبادره مليون شاب متطوع للتكيف المناخي وايضا سفير التكيف المناخي. اهلا وسهلا بك يا دكتور معانا. اهلا بك ومبروك على طبعا حصولك على ان انت تبقي سفير للتغير المناخي. الله يخليك، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. دكتور قبل ما اكمل مع حضرتك في معانا مداخله هنتعرف اكتر على اللي حصل امبارح والتنبؤات. معانا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. الو. ايوه حضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم وكل سنه المشاهدين. دكتور اللي حصل امبارح كنا متوقعينه وسمعنا بعض التنبؤات بان ممكن يكون في تغيرات في الجو او في الطقس في الفتره اللي قادمه. بالفعل يا فندم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها جمهورية مصر العربية المناطق الشمالية للبلاد حتى القاهرة أيضا ومحافظات من شمال الصعيد. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحري، امتدت متوسطة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد امتدت ليها أمطار خفيفة. طبعا حده حاله عدم الاستقرار قلت بشكل كبير النهارده الحد 21 نوفمبر وانحصر فرص لسقوط امطار متوسطه على مناطق من سواحلنا الشماليه ومناطق من الوجه البحري، ولكن هناك ما زالت فرص لسقوط امطار خفيفه على القاهره الكبرى خلال الساعات القليله القادمه، ولكنها امطار خفيفه وغير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه. طيب دكتور، هو احنا ليه بقينا بنقلق قوي لما بيحصل اي نوع من انواع الامطار مع ان احنا كنا بنعيش الحياه دي من زمان وممكن يجي لنا شويه مطر؟ الموضوع اختلف، الجو بقت التغيرات فيه مختلفه لدرجه ان احنا بقينا نخاف وساعات بيحصل توقف للدراسه، بيبقى فيه قلق ان يحصل ايه وليه احنا بقينا قلقانين؟ هو طبعا حالات عدم الاستقرار لما بتبقى قويه زي ما بتشوف كده في فصل الخريف او في فصل الشتاء احيانا ما تسبب ازمات زي ما كنا بنشوف في السنين اللي فاتت. انما الحمد لله دلوقتي تنسيق هيئه الارصاد الجويه مع كافه المحافظات وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، التنسيق الاستباقي دايما كان الحمد لله خلال هذه الفترات بيقلل شويه من الازمات اللي ممكن تحصل زي ما شفنا كده تعليق الدراسه استباقيا قبل سقوط الامطار يوم السبت، خلى في اريحيه كبيره جدا لكافه المحافظات المعنيه بسقوط الامطار الغزيره انها تتعامل مع الامطار اللي سقطت بغزاره على سطح الارض. ايضا تعليق الدراسه في بعض المحافظات اليوم مش لسبب غزاره الامطار اللي هتسقط، ولكن بسبب كميات الامطار اللي موجوده في الشوارع اللي تسبب سهول للمتابعين لتجميع الكميات الامطار اللي موجوده على الارض انهم ياخدوا راحتهم في لم الامطار بشكل كويس، ما يبقاش في ازمه زي ما مثلا عدد سكان القاهره طبعا كبير جدا. لو كان في النهارده نزول للشوارع بشكل كبير كان اكيد هيسبب ازمه مروريه. ربنا يا رب ان شاء الله تكون الايام القادمه تكون بخير ان شاء الله، وتكون حتى سقوط الامطار طبعا هي بتكون خير، لكن اكيد تكون في قدره على السيطره على اي نوع من انواع الارتباك او اي شيء ممكن يحصل نتيجه هذه الامطار. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، كنت منورنا بمكالمتك.
دكتور رجعني لك. دكتور زي ما شفنا كده في تنبؤات بان ممكن يحصل ايه خلال الكام يوم اللي بيمروا علينا، وده طبعا لانه هو الطقس وده ما بتقوم بيه الهيئة العامة للأرصاد. عايزة أعرف من حضرتك التوقعات والاهتمام بالتكيف المناخي بتكون اهتمامها على مدار المدد الطويلة، ولا بتهتموا أو بتاخدوا في الاعتبار أيضا الطقس اللي ممكن تمر بيه على فترات قصيرة؟ هو الموضوع أكبر من كده بكتير. يعني الموضوع يمكن أثير من سنين طويلة إن الكرة الأرضية كلها معرضة لأذى جامد جدا بسبب التغيرات المناخية، اللي هي هنقسمها جزئين. طبعًا. يعني في جزء طبيعي ومعروف واحنا عارفين الدورة بتاعته. طبعًا. وفي جزء البشر هم السبب فيه. تمام. فمثلا في عام 2015 في الاتفاقية بتاعت باريس الخاصة بالمناخ كانت القمة 21 كوب، هم أكدوا إن التغيرات المناخية بشكل كبير دلوقتي سببها الدول، سببها البشر. تمام. سببها التطور الغير صحي اللي بيحصل على الكرة الأرضية. تمام. يعني إيه التطور غير صحي اللي بيحصل على الكرة الأرضية؟ يعني لما حضرتك تلاقي بعض الدول بتلغى الغابات بتاعتها، بتشيل الأخضر الكتير اللي عندها، بتتحول من الخضار للصخر، بتتحول من البحر والأنهار، تبتدي تعمل تلوث فيهم، فالتلوث ده بيأثر كمان على المناخ. في الاتفاقية دي هم الحقيقة لاموا كتير جدا الدول الغنية أو الدول المتقدمة. وكان اللوم طبعا اللوم الكبير كان بسبب إيه؟ بسبب إن الاتفاقية دي قالت إن الدول المتقدمة تبتدي تصرف وتمول الدول الفقيرة والنامية اللي عندها مشاكل مناخية. تمام. زي الجفاف مثلا. زي الفيضانات اللي بتغرق الدول وبتعمل مشاكل كبيرة، زي الأعاصير الهوائية والأعاصير النارية اللي هي بتحرق الأراضي، بتحرق البيوت، بتحرق. فللأسف الدول الغنية ما قامتش بدورها على أكمل وجه، فما ساعدتش بتمويلها اللي المفروض تعمله للدول دي علشان تعمل مساحات خضراء كفاية وعلشان تعمل بنية تحتية تقلل من اللي بيحصل. تمام. طيب دكتور، يعني نقدر نقول ان التغيرات المناخيه اللي حصلت الفتره الاخيره او في الازمنه الاخيره ان احنا حسينا كده ان في عدم اتزان في البيئه، في اختلال زي ما حضرتك قلتي ان هم نهوا على المساحات الخضراء وابتدوا ان هم يبنوا مكانها، او ان هو التلوث في الانهار او المحيطات او في البحار بمعنى الاصح، لكن كان في تلوث. طيب من خلال المبادره اللي تمت على ارض مصر لوجود مليون شاب متطوع للتكيف المناخي، المبادرة دي كانت يعني بدايتها ازاي وايه اهم اهدافها، وازاي بالفعل قدرتوا ان انتوا تتواصلوا مع الشباب؟ وهي ترجع لاربع شهور المبادرة دي، وكانت متزامنة مع الاجراءات اللي خدتها الامم المتحدة لازاي يعني تشجع الافراد والاشخاص العاديين ان هم يحموا البيئة في التعامل اليومي. يعني انت تعمل ايه كفرد علشان تقلل من الغازات الضارة والاحتباس الحراري والطاقة التلوث الموجودة والكلام ده كله. فالحقيقة هم أشاروا لبعض النقاط المهمة اللي لازم كل فرد على الكرة الأرضية يعني يقوم بيها يوميا. وبالتالي احنا حاولنا ان احنا نعمل مبادرة تكون الأولى في الشرق الأوسط الحقيقة، تشجع وتنشر وعي ثقافة إزاي التعامل مع البيئة الصحية، علشان ده ليه رد فعل كبير جدا على المناخ. تمام. والمناخ دلوقتي ما بقاش حاجة تكميلية،
لا ده بقى وجوديه، يعني هتحب تقب زي ما بيقولوا كده، يعني هتاخد بالك من البيئه والمناخ وتعمل هتعيش. توازن وتعمل بيئه خضراء وتعمل طاقه متجدده، يا اما المناخ هيجيلك ويعني ينسف مدن واماكن زي ما سمعتي مثلا بيقولوا اسكندريه يعني تعرضت او هتتعرض لحاجه يعني ممكن في المستقبل. رجعوا تاني قالوا لا في وفي، طول ما في وفي لا ده يبقى احنا اللي مقصرين. احنا تطورات مناخيه رد فعل للي بيعمله البشر على الارض. على الارض. طيب دكتور، كان في من خلال الشباب بقى اقبال على هذه المبادره؟ كان في اهتمام من قبل الناس لما كانوا بيسمعوا عنها؟ كان في تواصل بينكم وبينهم؟ هم بيحاولوا يوصلوا لكم؟ كان ازاي بيكون رد الفعل؟ هو طبعا مؤسسة الفريق التطوعي برئاسة دكتور مصطفى الشربيني عمل مجهود كبير جدا، وهي أصلا تحت رعاية جامعة عين شمس بكل الطلاب اللي فيها، يعني كل الطلاب اللي فيها داخلين اوريدي فيها. كمان يعني أعتقد أن جامعة الأزهر متواجدة معانا، في جمعيات أهلية كتيرة، في جامعات كتيرة لسه بتحاول ان هي تخش معايا. احنا دلوقتي عدينا الاربع 5000 يعني متطوع، وده متزامن مع تدريب عشان ننشر وعي وثقافه اهميه البيئه الصحيه وازاي تعمل توازن في المناخ وازاي تعمل فعلا تغير في المناخ لصالح الارض وصالح الناس. ففي تدريب في جامعه عين شمس ان شاء الله يبتدي الشهر الجاي، وان شاء الله يعني يثقف الطلاب، وده مجانا يعني. طب رئيس الجامعة الحمد لله طب ده عمل مجهود جامد. طيب قولي لي يا دكتور، الفكرة من المبادرة والهدف منها، ويمكن حضرتك بتبتدي تحكي لنا هي ابتدت ازاي. طيب انا في الاخر هخرج بالشباب دول بعد فترة التدريب ان يكون عندهم وعي فيقدروا ان هم ينشروا ده، ايه اللي بيحصل اثناء التدريب او مقررين تعملوا ايه معاهم بالظبط؟ هي الخطة ان بعد ما يتدربوا كل شاب المفروض ان هو خد العلم ده واتدرب يبتدي يدرب 25 شخص سواء من الشباب او من المواطنين العاديين اللي يقدر يدربهم، علشان الفكره ان احنا لو كل شاب خد تدريب قدر، او شابه طبعا قدر ان هو يدرب مجموعه، تخيلي مصر هيبقى عندها وعي قد ايه، وهنقلل حاجات كتيره جدا جدا بتاثر على التغير المناخي على مستوانا. وبالتالي دلوقتي انت لما بتعملي كدوله بتاثري على العالم كله وعلى الدول المحيطه بيك. تمام. طب في مناهج موضوعه لهذه المبادره للتدريب؟ بالضبط. يعني الفكره بس هتمشي المناهج زي. الموضوعه موجوده اوريدي في الجامعه، في الجامعه جامعه عين شمس، مركز الدراسات البيئيه هناك هو اللي عامل اصلا التدريب وهيدي شهادات، وفي تسجيل ليها على الويب سايت وكل حاجه، يعني مش مجرد تدريب متواضع لا ده تدريب على مستوى في تفاعل مع التدريب على مستوى الجامعه. وكمان كم يوم في ملتقى معمول علشان نقدر يعني نحط الابحاث والدراسات ازاي هنقدر نقوم بكل الخطوات اللي المفروض تتعمل عشان نغير فعلا على مستوى الارض، تغيير حقيقي لبيئه صحيه وتوازن في المناخ، فدي حاجه مهمه. طيب دكتور، حضرتك حصلتي على سفير للتكيف المناخي، عايزه اعرف حصول حضرتك على هذا اللقب وازاي تم، وتحديدا بقى وان احنا يكون عندنا يعني امراه مصريه هي تمثل السيدات المصريات وان هي تقدر ان هي تقدم ده على مستوى الدول. والله انا شرفت ان انا اكون يعني اختيار ان انا اكون سفير تكيف المناخ، يمكن عشان احنا عندنا في المجلس المصري للابتكار والابداع مبادره اسمها ابداعاتك من اجل مناخ متوازن. فإبداعاتك من أجل مناخ متوازن ده كل إبداعات بتؤثر بشكل صحي وبتأثر بشكل بيئي متوازن علشان نغير من كل يعني اللي موجود دلوقتي اللي بتتعرض له الدول كلها.
تمام يعني ده هي. طيب قولي لي يا دكتور بقى، احنا في توقعات لتغيرات مناخيه مختلفه غير اللي احنا بنلاحظها فجاه؟ يعني احنا مثلا في مصر ما كانش عندنا درجه الحراره بتبقى عاليه قوي فترات الصيف في فترات طويله، كان بيبقى عندنا احنا عندنا الجو بيكون فيه بعض يعني الشتوي بتاعه لطيف وبيكون فيه بعض الامطار، لكن ما كناش بنتعرض للامطار بالشكل ده. كل ده تغيرات، في توقعات لحاجه يعني صعبه او ده من خلال الدراسات اللي تمت؟ بصي اقول لك حاجه، هي التوقعات توقعات دوليه يعني ايه، مش على مستوى مصر بس، هو احنا بنتكلم على مستوى الكره الارضيه. تمام. يعني دلوقتي في الملتقى وملتقى القمه اللي هي بتاعه كوبن 26 و27، ان شاء الله هتبقى في مصر، يعني السيد الرئيس شرفنا ان هو يعني هيستضيف القمه دي، واحنا هنكون من اوائل الناس اللي هتحط خطط ثابته علشان تقدر تغير من المناخ وتعمل توازن على مستوى مصر، وعلى مستوى طبعا بتاثر زي ما قلت لحضرتك على مستوى الدول اللي حوالينا او على مستوى الكره الارضيه. يعني احنا دلوقتي بنخدم الكره الارضيه بتاعتنا البشريه بشكل عام، القاره الافريقيه، يعني مش على مستوى مصر بس. وفي بعض النصائح كتيرة جدا للأشخاص يعني على مستوى اليوم، يعني من الحاجات اللطيفة اللي الأمم المتحدة حتى اتكلمت عنها، إن المشي، يعني امشوا كتير علشان تقللوا من إنك تستخدم سيارات أو نقل أو الكلام ده، لأن الغاز والوقود بيؤثر على التغيرات والغازات الضارة والاحتباس الحراري والكلام ده كله. من الحاجات اللطيفة برضو يعني قلل أكل اللحمة، ما تاكلش كل يوم لحمة، ده صحيا أم حفاظا على توازن؟ ما هو صحيا ده رقم واحد، رقم واحد، لكن بالنسبة لي أنا هو كمان ده هيأثر على ليه؟ لان انت لما بتربي المواشي بيخش فيها غازات ضاره ليها اسماء معينه بتؤثر على مع الوقت بتاثر على التغير المناخي، تعمل لك تغير مناخي. تمام. فكل ما تقللي من الانتقالات، كل ما تقللي من اكل اللحوم، لان تربيه المواشي ليها من تربيه المواشي. بالظبط. لكن بشكل عام بتربى في اماكن ليها تربيه، مثلا زي مزارع، دي حاجه تانية. المزارع والكلام ده هي برضو بتعمل بعض المراحل بتاعه التربيه بتاعه المواشي، بيصدر عنها بعض الغازات الضاره اللي بتؤثر على الكون. طاقة الوقود، الغازات بشكل البترول وكل طبعا احنا الحمد لله هنا احنا ابتدينا اوريدي كمان نعمل طاقة شمسية، عندنا طاقة شمسية الحمد لله يعني ابتدت بشكل كبير، الطاقة الهوائية، ودي هي الطاقة المتجددة اللي بتقلل بشكل كبير جدا من التغيرات المناخية في مصر للصالح مش للضد. طيب لما نكون بنتكلم زي ما حضرتك قلتي في بعض النصائح للاشخاص، لما انا اكون عايزه بقى اوصل المعلومه داخل مصر، واحنا عندنا مبادره للشباب لمليون شاب ان هم فعلا يكون في يساعدوا في التكيف المناخي، اقدر ازاي بقى اقول بعض النصائح للناس بشكل عام بعيدا عن المشي وعدم اكل اللحمه، ان احنا نقول لهم ايه؟ يعني هم ازاي يقدروا يحافظوا على البيئه بشكل صحي وشكل سليم؟ أول حاجة النظافة طبعا دي مهمة جدا، النظافة داخل عليها عامل كبير جدا، ازرع شجرة لأن الشجر والخضرة والكلام ده كله زود نسبة الأكسجين، بيزود ويهدي من التغيرات السلبية المناخية. يعني زي ما قلت لحضرتك كل ما نقلل من الوقود والطاقة الغير نظيفة زي ما هم بيقولوا عليها، ده هيأثر بشكل كبير جدا على المناخ بتاعنا. حاول ان انت دايما تحط قدامك ان تعيش صحي مش لنفسك بس، لا انت دلوقتي بتأثر زي كده ما الكورونا أثرت علينا كلنا وأثرت على العالم كله، التغيرات المناخية هتيجي تأثر علينا كلنا. يعني في من المتوقع أن في أماكن هيحصل لها إبادة في المستقبل على مستوى العالم، وده شيء طبعا
مخيف. تنظيف الـ الـ النهر والنيل والبحر من كل السلبيات والتلوثات اللي بتنزل فيه، لان ده بيأثر بشكل كبير برضو على التغيرات المناخية. فيعني في احنا ان شاء الله نازلين بقوه، هنحاول ندرب اكبر قدر من الشباب. ده اللي احنا متوقعينه يا دكتور، يغير فكره العيله الصغيره اللي عنده، وبعد العيله هتلاقي المجتمع اللي حواليه، الشارع بتاعه، القريه بتاعته. لا ده هو كشخص بتاعته في مصر هو مؤثر في العالم كله. بالظبط. دي فكره طبعا رائعه، يعني ان احنا نعرف احنا مش عايشين لوحدنا، احنا بنضر اللي حوالينا لو احنا يعني عشنا بشيء او بشكل سلبي. ويا ريت الدول المتقدمه كمان تحاول تنفذ المفروض هي تنفذه عشان تساعد، سواء بالدعم او بالخبره، ازاي الدول يعني الناميه ان هي تقدر تتخلص من المشاكل اللي عندها المناخيه، لان يعني الفيضانات، الجفاف، ارتفاع في درجه الحراره، الكلام ده كله ممكن يتم السيطره عليه لو العالم كله، يعني كل دولة عملت خطة وطنية والعالم عمل خطة عالمية للقضاء على الموضوع. ده اللي احنا بنتمناه وبنأمله يا دكتور. حضرتك كنت منورانا ودايما بالتوفيق يا رب. نشكرك جدا يا دكتور. كنت منورانا دكتور جيهان. ثانك يو. بكده مشاهدينا كنا وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا، لكن لسه حلقتنا مستمرة معاكم. هنخرج لفاصل نرجع مع تغريد وشيف شيرين ونشوف شيرين عملت ايه، وكمان تغريد اكيد عندها اسئلة كتيرة. خليكم معانا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا وبنستكمل طبعا أسرار المطبخ مع رباب وشيف شيرين. بص يا شيف شيرين، كل مرة بتعمل لنا حاجات حلوة قوي ومغرية جدا، وبعدين تكمليها بالحلو. طبعا الورد البلدي لازم 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 الورد لازم الورد. طيب احكي لنا بقى الشيش تاووك، الحاجات الجميلة اللي انت عاملاها دي. الشيش تاووك احنا عشان عاملينها دايت النهاردة، احنا ممكن بنحط يا اما صدور الفراخ يا اما اللي هي البوراك، فاحنا خدنا النهارده الصدور عشان بتبقى اقل دسم. تمام. فعملناها مع الخلطه بتاعتها، كانت زبادي توم وبودره توم وبودره بصل وبابريكا وكركم. كويس. كركم ليه بقى؟ الكركم مفيد اولا، وبعدين بيدي لون حلو معاها. ده يعني كركم مش كاري يعني؟ لا كركم، الكاري بيدي طعم. بيدي طعم، لكن ده بيدي لون. ده بيدي لون ومفيد، يعني مفيد. الكركم او الكاري مفيدين جدا. لو عايزه تحطي كاري ممكن تحطي كاري. يعني مفيش مشكله. الكركم اداني اللون. وبعدين بعد كده حطيناها بقى في اللي هي العيدان بتاعت الشطوب دي. بصل وطماطم وبصل وفلفل الوان. فلفل الوان. مش طماطم، بصل وفلفل الوان. فلفل اخضر. حلو. تمام. انا بقول لك انا شايفاه على فكره. شوحناها على البوتاجاز، ممكن على الجريل، ممكن في الفرن، اي حاجه. تمام. نيجي لسلطه الزبادي. زبادي ومعلقه مايونيز كمان. ما هو لايت ممكن تستغني عنها. ممكن تستغني عنها، مفيش مشكله. وبعدين حطينا معاها خيار. طب ليه مايونيز؟ قولي لي ليه. بيدي طعم، بيعزز النكهه شويه او بيديها طعم حلو يعني. والله. غير الثوم والحاجات المسكره. الثوم خفيفه. سكه الثوم خفيفه بس بيدي حلو يعني، طعم حلو. يعني انا لما ازود المايونيز معلقه تبقى حلو. ايه معلقه واحده؟ اوكي. معلقه واحده. لا 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 مش بكلم كده، يعني بتغير حاجه في الطعم، بتبقى يعني دسم شويه يعني. انت عايزه الدسم بس. اهم حاجه الطعم، اهم حاجه الطعم. حلو. بس هو معاه خيار ومعاها نعناع ناشف. حلو. كويس. ده كده سلطه الزبادي. ايوه طبعا طبعا. النعناع ايه لها؟ الشوربه. الشوربه. انا عايزه اعرف، انت قلتي لي ما حطيناش حاجات. بس دي فيها كريمه ولا ايه؟ كريمه. ما هي شوربه كريمه بالكريمه. فيها كريمه. كريمه باللايف برضه. دايت برضه. بصي انت في يعني في الطبق كله كده هتلاقي. بس ده اليوم الفري. ده اليوم الفري. بصي هتلاقي عندك هناك الطاجن ده لطيف قوي. اهو ده الحاجه الوحيده اللي مش هاكلها. كلهم مغريين. شفتي بقى؟ عشان شفتي عشان تعرفي هي عايزه ازاي. امسكي كده ايديك. دي شوربة كريمة بالفراخ. الفراخ حتت صغيرة جدا، شوحتها شوية في الأول مع بصل مع سنة ثوم خفيفة،
مع معلقه دقيق لفتها بيها يعني معلقه دقيق عشان تدخن القوام بتاع عشان تبقى سميكه شويه بس. وبعدين حطيت لبن وحبه شوربه وكريمه بس. والرز الجميل اللي انت عاملاه وريحته كانت فظيعه على فكره. الرز ده من الانواع اللي بتخلي فعلا ريحه الدنيا كلها أيوة. حلوه صح؟ ايوه ما هو في تحميره برضو انت مش أيوة. لا عن الشهريه والله كمان مش عارفه ليه بيبقى ليه ريحه كده مميزه. شيف شيرين اخر حاجه بسرعه قوي عشان وقتنا. ام علي ولا الطاجن؟ ام علي. ام علي الرقاق الجلاش 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 متحمر وممكن فيه عجينه ثانيه اسمها باف باستري او اللي هي بتاعه الملفي بنحطها برده بتبقى حلوه جدا مع اللبن مع السكر مع المكسرات مع كريمه. انا بشكرك جدا جدا شرفتينا ونورتينا شيف شيرين. ميرسي يا رباب. بشكرك جدا يا تميس. شكرا شيف شيرين كنت منورانا وشكرا على يعني الاطباق الجميله. ميرسي. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا من مطبخ زينة بطعم البيوت وكمان معاها نهايه حلقتنا. يا رب تكون نالت اعجابكم ودايما معاكم كل يوم وزينة بطعم البيوت.